بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الكيو سي ام ديال لا فيديو بريسيدونت لان ما كملتوش، ما كانش الوقت كافي لي. دونك الكيو سي ام نواصلوا الكيو سي ام ديال الكونكور ديال الميديسين 2017 2018. وصلت لا كيسيون 14 داكور. يحتوي الانبوب المنوي لو تيوب سيمينيفير على خلايا سيرتولي. خلايا سيرتولي هي اللي كتغذي الحيوانات المنويه اللي كاينين في دونك جوست دونك 4 الف صحيحه. امشاج ذكريه وي كاينين الامشاج الذكريه. خلايا منويه وي كاينين الخلايا المنويه في الانبوب المنوي. غشاء ضم لا كاين ما بين اونتر لي اونتر لي تيوب ما بين في الخصيه المقطع ديال الخصيه كاين انابيب منويه وبيناتهم غشاء انضم لتوسي كونجونكتيف. خلايا ليديك هي خلايا ليديك هي اللي كتفرز لا تيستوستيرون دونك كاين حتى هي مع النسيج الضام ما بين الانابيب المنوي دونك هادو اللي صحاح. المبيض بيضاوي الشكل وي سي فري. المبيض نتاع الاناث يحتوي على جريبات في المنطقه في منطقه قشريه وي. المبيض المقطع ديالو كاينين الجريبات اللي كيعطيو المشيج الانثوي دونك لو لوفول كاين في المنطقه القشريه سي فري. يفرز الاستروجين وي كيفرز الاستروجين هرمونات المبيضيه. يحتوي على خلايا بيضيه رقم واحد المبيض وي. يفرز هرمون الور هذه اللي غلطه يفرز هرمون ال اش لا الغده النخاميه اللي كتفرز الهرمون ديال ال اش اللي هو العامل الاساسي للاباضه داكور. مراحل الانقسام الاختزالي شكون هي؟ المرحله التمهيليه، المرحله الانفصاليه، المرحله الاستوائيه، المرحله النهائيه، مرحله التفريق. الوغ مرحلات الانقسام الاختزالي مراحل هي كاين المرحله التمهيليه سي جوست ب المرحله الانفصاليه لا كاين تاء المرحله كاين المرحله الانفصاليه كاينه دونك كاينين داكور. كاين المرحله الاستوائيه سي فري استوائيه واحد واستوائيه جوج دونك نديرو لها هكا. جيم كاين المرحله النهائيه دونك هذه. مرحله التفريق ما كايناش، مرحله التفريق هي اللي كتحول لي سبيرماتيد المنويات الى حيوانات منويه دونك ما دخلتش المراحل الانقسام الاختزالي دونك هادو هما اللي صار. يعتمد التلقيح على الاستجابه النوعيه وي الاستجابه النوعيه. خاصيه الذاكره نعم وي. حق المولد المضاد نعم وي. حق المولد المضاد مهم داكور. تدخل الكريات اللمفاويه حق نماص البي دونك تدخل الكريات اللمفاويه تلقيح بيان سور تدخل الكريات اللمفاويه بيان سور داكور تري بيان. ولكن حق المصل المصل هذا الاستمصال ماشي تلقيح. اللمفاويه ستيوي تتدخل في المسلك الخلوي صحيح الاستجابات الخلويه. تحتاج مركب سي ام اش لتنشيطها مركب سي ام اش لتنشيطها بيان سور كيكون يعني المولد المضاد مرتبط بالسي ام اش دونك السي ام اش لابد ضروري باش ينشطها والمولد المضاد كيلاصق بالسي ام اش ودونك كيتم التنشيط ديال التيويت اللي كتحمل دونك السي ام اش اللي حامل هو مولد المضاد داكور. تستعمل انزيمات سامه وي لي توكسيد دونك لي بيرفورين دونك صحيح باش دير القتل الخلوي. تؤدي لموت خلوي مبرمج وي وي. تفرز مضادات الاجسام لا تيويت لا هي ب هي اللي كتفرز البلازميات لي بلاسموسيت هي اللي كتفرزو المضادات. الامراض الممنعه للذات هذه راه واخا ما حيدوها لكم في البروغرام ديال اس في تي المناعه. لي مالادي اوتو ايمين يمكن ان تعطي استجابه خلفيه يمكن ان تعطي استجابه خلويه دونك ممنعه للذات فوالا دونك نقدو تكون استجابه خلفيه ولا المهم سون دي مالادي بحال السكري. تنشيط اللمفاويه ستي ناتج عن خلل في اللمفاويات الكابحه سي فري ها نتيجة عن اللمفاويات تنشيط اللمفاويات وي سي بو سي بوسيبل نتيجة عن خلل في اللمفاويات الكابحة وي نتيجة عن خلل في البلعاميات بون اون بو فير سا داكوغ. المستقبل سي دي كات يتواجد في اللمفاويات
يتواجد بكثرة في اللامفيروس تي 4 وي باء صفري، هذه ديال 4 صافي ماشي كلشي. هدف لفيروس سيدا وي، هذا للسيديكا، هدف لفيروس يتواجد بالغشاء سيتوبلازمي وي، يتواجد بالنواة لا خطأ. داكور دونك نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو ان شاء الله، هو التتمة ديال الفيديو السابق. ايوا اللهم يسر، الله يجزيكم بخير. دونك ابوني فوا لا شين سبيتي بلوس كربال، الله يجيب النجاح للمجموعة هذيك. لا ديوري ديال السيو ديال لي بروف دو اس في تي 30 مينوت، 30 مينوت في الكونكور ديال لا ميتين. هذا نتمنى يكون لا اللي كيقراو بالفرنسية ولا بالعربية يحاولوا يستافدوا دونك بهذا الشيء ان شاء الله. الله المعين.